من نهار كيطلعوا لي الفيديوهات ديال كيفاش كيسمعوا الكاشير ما بقيتش كنشريه كنصيبو غير في الدار حيت كنحمق عليه انا وليداتي كيجي بنين بزاف. اول حاجه صدر ديال الدجاج اللي كنقطعو مربعات يكونوا كبار، عندي هنايا تقريبا 400 غرام ديال الصدر كنديرو في الاشوار مع العطريه اللي تلقاو اسفل الفيديو، 4 المعالق ديال الفينو، 3 القطع ديال الفرماج، معلقه صغيره ديال الهريسه، و3 البيضات، ونص كاس ديال الزيت. كنطحن كلشي هادشي بالاشوار. بالنسبه للهريسه راه ما كتعطيناش فيه الحار، كيجي غير مذاق خفيف ديال الحار. غادي نجيب ورقه ديال الطهي اللي غادي ندهنها بالزيت وغادي نصب فيها الخليط من بعد ما تطحن ليا، ندير فيه الزيتون بحال هكا. هاد المرحله ممكن ما ديروهاش، ومن بعد كنلفو بحال هكا وكنزير ونديرو في ورق ديال الالومنيوم ونديرو في الكسكاس يطيب على البخار مده 45 دقيقه. تقبتو من قبل باش ما يطرطقش ليا في الطياب، ومن بعد كنخليو حتى كيبرد تماما في الثلاجه، عاد باش كنقدمو كيجي نفس المذاق ونفس القوام. ممكن تقدموه هكاك، انا درتو هنايا في ساندويتش ديال الحار اللي كيفكرني في الطفوله مع الفرماج، وممكن حتى ديرو في ساندويتش عادي للوليدات في اللانش بوكس. جربوه كيجي بنين بزاف، وما تنساوش ليا لايك الفيديو.